رجعت لحضراتكم مرة تانية. وصل السيد شريف إسماعيل إلى مبنى الاتحادية للقاء السيد الرئيس لعرض الأسماء التغيير عليه. قبل ما أبدأ بس عايز أقول لحضراتكم حاجة، القرآن حسم المسألة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل واحد فينا بيتكلم عايز يغير الآخر وهو مش عايز يتغير. أدي المشكلة باختصار وببساطة شديدة جدا. في اللحظة اللي أنا قبل ما أطالب بتغيير الآخر، لو أنا غيرت نفسي التغيير هيتم. في كلام كتير بيتقال، في ناس وزراء بيرفضوا دلوقتي، يقول لك أنا إيه اللي قعدني 80 يوم؟ وبعدين إيه اللي يعرضني لكل من هب ودب قاعد يلطش فيا؟ والنقد رايح والنقد جاي. وأي خطأ في الوزارة، ساعي في الوزارة بيرتكبه أنا اللي ألبسه وأنا وأنا. فلم يعد منصب الوزير شيء يخض، خاصة وهكرر ده كتير حتى نتعلم هذا الدرس، بعد الطريقة السينمائية التي تم بها إلقاء القبض على وزير الزراعة المتهم، ليس دفاعا عنه بل على العكس. في حلقات هنا، حلقة جامعة هنا أنا عملت، بس هو موجود، بس لما اجي القي القبض عليه بالطريقه دي انت هنت منصب الوزير والوزاره وابراهيم محلب وهنت الدوله المصريه. عضلات نازله بالعربيات وعملوا حاجات كده يعني لا يليق بالدوله المصريه. بقول الكلام ده وانا عارف ان بعض صغار العقول ممكن ياذوني. انا عارف لان عقلهم بيبقى صغير قوي، بس انا بحتمم بربنا سبحانه وتعالى. عندنا وزاره 36 وزير، وزي ما قلت لكم اليابان 14، امريكا 14، اندونيسيا اللي فيها مليار فيها نصف هذا العدد. والمعلوم بالضروره ان كل ما يزيد العدد تقل الكفاءه. لو حضرتك رحت مكتب مثلا فيه موظفين اتنين هتلاقيهم بيشتغلوا، لو لقيتهم تلاته الكفاءه هتقل، لو لقيتهم اربعه الكفاءه هتقل اكتر، وهكذا. ما على الهواء مباشرة الدكتور عماد مهنا، أستاذ التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي. شرفتني، أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيدي. مباشرة، لأن ما عنديش وقت. أنت حضرتك كان في دراسة تقريبا بهيكلة الوزارة من 36 وزارة لضم بعض الوزارات ودمجها. هو المخطط اللي قدام حضرتك طبعا المخطط ده جزء من ثلاثة بمسمى ده جزء من ثلاثة. ده كمان الوحيد بس بالظبط، ده جزء من ثلاثة وموجود على مكتب الرئيس السيسي. ده مخطط العبور الثاني لمصر 50 سنة 2011-2060، بيتكلم على 12 محور في المجمل. عندنا المحور اللي حضرتك بتتكلم فيه النهاردة هو المحور المؤسسي، وده يخص السلطات الثلاثة، وطبعا احنا بنتكلم النهاردة تحديدا على السلطة التنفيذية اللي هي الوزارات. زي ما حضرتك اشرت من شوية، انا عندي في الصين 23 وزارة، امريكا 12، انجلترا 15، اليابان 18، عندي في المانيا 21، اندونيسيا 22، وعندي الحقيقه في مصر 36. طبعا من الخطا اللي تم قبل كده ان انا عاوز اهتم بالتعليم الفني فافرد له وزاره. اذا كنتوا انتم مش عارفين تشتغلوا في قطاعين جنب بعض جوه الوزاره، هتشتغلوا لما يبقوا بره؟ ده مش منطقي تمام. حجم الجهاز الاداري في مصر بجانب العدد له خمس معايير اساسيه فيهم مشاكل. اولا مشكله العدد، عندي 6.5 مليون بيتقاضوا 218 مليار جنيه سنويا، ده بيعادل 28% من الموازنه العامه. فاذا انا عندي هنا مشكله عدد ومشكلة انفاق. المشكلة الثالثة هي مشكلة الفساد. انا رغم وجود 19 جهاز رقابي، انا مصنف رقم 14 في افسد دول العالم. 19 جهاز رقابي، 19 جهاز رقابي ما بين عام وخاص. 19 جهاز بس؟ ما بين عام وخاص. رغم وجود 19 جهاز رقابي انا مصنف رقم 14 في افسد دول العالم. فانا عندي مشكلة فساد، عندي مشكلة عدد، عندي مشكلة انفاق. المشكلة الرابعة وهي مشكلة الانتاجية. العدد كبير من الموجودين في الجهاز الاداري، يمكن من ثوره 25 يناير تم تعيين 1.2 مليون اللي هم تم اللي عملوا المظاهرات الفئويه وتم تعيينهم منذ اربع سنين خمس سنين، تم تعيينه 1.2 مليون بالظبط. كان تكلفه الجهاز الاداري سنه 2010-2011 70 مليار جنيه، دي تكلفة مرتباتهم. النهارده 218 مليار جنيه. طبقا يعني ثلاث اضعاف. ثلاث اضعاف بالظبط. العدد تزايد، فانا عندي حاجة كافي مطالبات ورافضين قانون الخدمة المدنية. بالظبط، لانه النهارده يمكن لو تسمح لي في ثواني هنبقى نتكلم عنه. يبقى النهارده
انا عشان احل لازم ابقى عارف انا جاي منين. فاللي انا جاي منه النهارده عدد وزارات هو اكبر عدد وزارات في العالم، العدد الجهاز الاداري ضخم جدا، وده بيزيد 1.1 مليون عن الجهاز الاداري الصيني ب 1.4 مليار. الجهاز الاداري في مصر بيزيد عن الجهاز الاداري في 1.2 مليار سكان الصين. بالظبط، عنده 5.4 مليون موظف في الجهاز الاداري. انا عندي 6.5 مليون. ما شاء الله علينا. فانا عندي 1.2 زياده. مشكلتي هنا ان الكوتا العالميه بالراس زي ما بنقول عليها ان كل موظف يخدم 400. انا عندي في مصر كل موظف بيخدم 13. فاذا عندي دي احصائيات رسميه. بتتكلم بجد؟ ايوه يا فندم. في العالم كل موظف بيخدم 400. ايوه انا عندي في مصر كل موظف بيخدم 13 بالظبط. يمكن الرقم نحس شويه؟ لا يمكن. فعندنا طبعا مشكله هنا في الاداء. فالسيد الرئيس بعد تولي رئاسه الجمهوريه بدا ان هو يتحرك في هيكله المؤسسات، وقاعده ياخدها من المشاهدين ثقه، لا اعفاء لاي هيكله لاي مؤسسه. حتى الرئاسه؟ حتى الرئاسه. تاني. السيد الرئيس تاني. بدا بنفسه لن يتم اعفاء لن يتم اعفاء اي مؤسسه من الهيكله، ويعني بما فيها رئاسه الجمهوريه. السيد الرئيس قال في اكتر من حوار ان هو هيبدا بنفسه، وبالفعل تم تطبيق الحد الاقصى عليه وهو بياخد نصه، فلن يتم اعفاء اي حد. والوزاره اللي هي طردت الجهاز المركزي للمحاسبات وما دخلهمش الوزاره عشان ما يشوفوش دفاتر المرتبات مش هيحصل. فاذا النهارده هو الرئيس كل الفكره انه بيبدا بنفسه. طيب ارجع لسؤال حضرتك. النهاردة أنا لازم لما بقسم الوزارات بقسمها على حسب القطاعات اللي أنا محتاجها، ما بفردش وزارات وخلاص. فالمخطط اللي موجود هتلاقيه حضرتك في الورقة، وده مسلم 2011-2012، موجود عندي 22 وزارة، والباب بتاعهم هوت 22 وزارة. ده اللي هو مقترح، يمكن بعض الجرايد النهارده بتتكلم على انه مش عارف دمج التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، ده كله لازم يدمج. لا قول لي، هيقول لي المطلوب دمج ايه عشان نبقى يعني. هقول لحضرتك، اولا التعليم الثلاثه يدمجوا في واحده، اللي هو التعليم العالي. التعليم العالي. التعليم الفني. والفني وما قبل الجامعي. ادي ثلاثه في واحده. السياحه تدمج مع البيئه. مثلا. لان وزير البيئه بنسميه وزير دوله، اذا هو درجه اقل من الوزير العالي. الاثار والثقافه. يبقى انا شلت كمان. كان زمان. بالظبط. والطيران المدني برضو مع السياح، يبقى عندي ده كان موجود زمان على فكره. بالظبط كده. يا فندم. الدفاع والانتاج الحربي، الداخليه، خارجيه، والتعاون الدولي، التخطيط والتنميه الاداريه. التنميه المحليه هتتشال ليه؟ لانه مع ترسيم يعني المحافظات. يعني عادل الأديب هيمشي؟ ده انا بحارب عشان يمشي، لانه لا يستحق المكان اللي هو فيه. ليه يا فندم؟ اقول لحضرتك، لان مخطط ترسيم المحافظات المسلم لمصر في المخطط القومي العبوري الثاني موجود عند حضرتك خريطه منه، مسلم 2011-2012، بيقول ان مصر تقسم الى 36 محافظه موزعه على 7 اقاليم تنمويه. تم اللعب في الخريطه دي واتقدمت بشكل افسد ازاي؟ لا تاني يا فندم، اقول لحضرتك، كان هناك مخطط لتقسيم مصر 36 ومعمول مع المساحه العسكريه، ومعمول مع المساحه العسكريه. خلص هذا المشروع، وخلص هذا المشروع، ومسلم الرئيس 7 قطاعات، 7 اقاليم تنمويه. تنمويه. ايه اللي حصل؟ كل اقليم بيدير 5 محافظات. ايه اللي حصل؟ 36. اللي حصل ان تم تسليمه للمساحه العسكريه، وتم تسليمه لمجلس الوزراء الدكتور ببلاوي، وتم تسليمه للسيد عادل لبيب. لما دخلت لجنه الترسيم بعد تولي السيد الرئيس رئاسه الجمهوريه، تم التعديل في الخرائط، فكان نتج عنها ما يسمى بضم البحر الاحمر على الصعيد، ودي كارثه لانها خطر على الامن القومي. فاللي حصل النهارده انه مخطط الترسيم محطوط له 4 سنين، وعشان ما نتوهش الساده المشاهدين، كان محطوط له 2 سنين تقسيم محافظات وفض اشتباكات. ينتهي امتى؟ ينتهي 2018 لو انا بدات المجلس الشعبي اللي فات. فكرتها ببساطه شديده، هاخد 2 سنين 2014 ل 2016 اقسم محافظات وافض اشتباكات، يعني مثلا مدينه الحدود وكذا. بالظبط. السنه الثالثه هيكل الجهاز الاداري اللي هيدير. السنه الرابعه بحط المؤسسات، عايز اسم هنا، عايز مستشفى هنا، عايز مدرسه. ده تم في خطه لجنه الترسيم انه يطبق في 6 شهور. فطبعا اصطدم بقانون تقسيم الدوائر. وانا اتطردت من المكتب من احد المسؤولين بسبب هذه الحركه، لان قلت له ما تقدرش تطبقه لانه لازم اقسم الاول وبعدين اعمل تشريع. فقال لك لا هنعمله، انت هتعلمني. المهم في النهايه انه انا النهارده اصطدم بايه؟ اصطدم بقانون تقسيم الدوائر. ولو تفتكر حضرتك في 2014 تم قرار ايه؟ ارجاؤه للبرلمان القادم.
فالنهارده الناس دي بتاخد المشروعات مش من اللي دارسينها، بيعدلوا فيها وبيبوظوها وبيأخروا السيد الرئيس. عشان كده السيد الرئيس قرر انه هيك الجهاز الاداري، لانه الناس اللي بتشتغل معاه بتاخره. في ناس في لجنه محترمه شغاله في المساله دي يا فندم؟ هي اللجنه كانت موجوده لجنه الترسيم؟ لا لا لا، في الهيكله. الهيكله في الهيكله موجود لجان حتى الان قد تكون بشبه شبه فردي، ولكن المؤسسات كلها جاري هيكلتها عادي. طيب طيب كلمني بقى، كلمني عن الوزارات. ثانيه واحده ثانيه واحده معلش، الهيكله انا عارف الهيكله بتعني ايه، ضم او فصل ادارات او وزارات على حسب احتياج الدوله، البشر ثالثا التشريع، عشان بس الناس ما تفهمش غلط. ايه بقى الوزارات المطلقه مفترض دمجهم؟ وهل كلامك ده اتستيليت ولا الكلام ده موجود على مكتب الرئيس؟ الكلام ده موجود على مكتب السيد الرئيس. بتكلم على دمج الوزارات يا فندم. على دمج الوزارات. ايه بقى يتعمل دمج ايه وايه؟ الكلام اللي انا هقوله ده اللي اتقدم، لكن هل هيتاخد بيه ولا لا؟ معلش احنا بتعمل اللي عليك، اتفضل. طيب عندي الدفاع والانتاج الحربي، الداخليه، الخارجيه، والتعاون الدولي. معلش تاني، الدفاع والدفاع تبقى مع الانتاج الحربي. مع الانتاج الحربي. وزاره واحده. الداخليه زي ما هي، الخارجيه والتعاون الدولي، السياحه والشؤون والطيران المدني. التعليم والبحث العلمي بتضم الثلاثة، فني وما قبل الجامعي، والعمل والهجرة زي ما كانت. الكهرباء والطاقة. آسف، لا الطاقة لوحدها، البترول والكهرباء يبقوا مع بعض. الفرق أقول لحضرتك الفرق معلش. كلها في استخدامها في قطاع الطاقة. يعني الكهرباء والطاقة ولا الكهرباء والتعديل؟ هقول لحضرتك لحظة واحدة. لا آسف، وزارة البترول والثروة المعدنية. والكهرباء والطاقة مع بعض. تمام كده؟ عندي التنمية العمرانية، الشؤون الاجتماعية والسكان، لأن أنا عندي وزارة للسكان ووزارة للشؤون الاجتماعية. طب ليه مش مع الصحة؟ بالظبط. ليه مش مع الصحة؟ هي الصحة بس لأنه قطاع فني. أوكي. قطاع فني. طيب، عندي وزارة الصحة زي ما هي، الاستثمار تدخل مع وزارة الاقتصاد، فأنا هاخد جزئية معينة من وزارة التخطيط، وزارة التخطيط تبقى اسمها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، لأن السيد الدكتور أشرف العربي بيدير النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجاره والصناعه زي ما هي. فادي الشباب. يبقى كم وزاره بعد الدم؟ بيبقى 22. 22 وده الى حد ما من 36 معقوله. بالظبط، ده المعدل العالمي. هسالك بس. اتفضل يا فندم. هل الكلام ده ممكن يؤخذ بيه او لا؟ بس هاخد فاصل وبعدين نرجع لحضرتك. اتفضلكم. عماد مهنا، استاذ التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي، بشكرك شكرا جزيلا. هيبقى لينا حلقات تانية، بس انت نورتنا وقلت لنا ايه اللي بيحصل في العالم من عدد الوزارات، وقلت لنا ان في هيكله في كل مناحي الدوله المصريه بما فيها رئاسه الجمهوريه، وقلت ان خطه الدمج للوزارات هتبقى 22 وزاره، ويا رب يا رب يتاخد بالكلام ده ان شاء الله. سيدي بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل. سنعود.